صباحاً. صباح الطاقة والأخبار الحلوة على كيفة الأبراج الفلكية. يا رب نهار السعادة على كل واحد فيكم، يا رب تحقوا كل أحلامكم وكل أمنيتكم. حالياً الشمس مازلت منورة برج القوس ومازلت التأثيرات إيجابية على كل الأبراج النارية، كيف الحمل راكم تحقوا أهدافكم المالية، عندكم ربح في الشهر الحالي والثور ديسمبر بالنسبة ليكم للحب للعاطفة للعلاقات الناجحة، فما إفاق واسعة حتى مهنياً رو فما نجاحات متالية. والحمد لله خليني نفرح للجوزاء عنده ربح مادي، تتحسن الأمور تدريجيا، راهي الأيامات الجاية تحكي على مبلغ مالي كبير تنساديه أيامات صعيبة ماديا تعديت عليك. والخير زاد يطلع على السرطان المائي. ديسمبر بالنسبة ليك في أخبار سعيدة مهنيا عاطفيا وصحيا، والسنة في رج كبير مع انتقال الزهرة والمشتري من نهار 21 ديسمبر لبرجك. الأسد هي نصيحة الوجه اللي خسرت الحب إبراهيم ما تعوضش، نحبك تركز ورد بالك من القرارات المتسرعة يفضلك ويخليك. العذراء خلي هو حاليا في فترة تخطيط والرؤية المستقبلية، راهي تبشر برشا خير، عندك تطورات مالية والتغييرات المصيرية زادة، يحقق أرباح مالية بعد فترة كانت بين البينين وتتساوى أمورك الشخصية، وعندك مصالحة مع الحبيب. الميزان يتخلص من طاقة سلبية اللي رفقته من مدة، والحمد لله زادة تشتيس كل الصعوبات المادية كيف كيف، زادة فما اتصال مفاجئ باش يفرحك برشا برشا. والعقرب عنده أخبار تفرح في الطريق، أيامات الخير تحقق زادة سعادة، تتسهل أمورك، فترة لقاءات ممتازة وتفرح زادة الخبير زين. قوة الحظ كتير كبيرة، نوعية الوقت كتير مهمة، ما في شيء بيقدر يوقف بوجه نجاحكم، الحظ ممتاز، بداية لمرحلة كتير حلوة، نوعية الوقت ممتازة. هذا حسب الفلكية كارمن شميس. كيف كيف زاد القوس، مهما تكون الظروف رد بالك لا تخلي العصبية تسيطر عليك، نحبك توسع بالك وعلى قريب عندك جديد. ونصيحة دقيقة، حظ البرج الجدي هو راهو، فما مثل تونسي يقول عاشر المليح ومن بعد شوف كلام الناس غلط ولا صحيح، ما تستعجلش الأمور، شوية تركيز يفضلك. والقرارات زاد المهمة باش تكون البرج الدلو، تنجم تغير مجرى حياتك على نحو مفاجئ، على هيك حضر لنا روحك للجديد اللي باش يخليك طاير تيران بالفرحه. ونختم مع الحوت، بالرغم انه فما شويه صعوبات راك باش تحقق نجاحات، فما زيد ارباح ماليه، تعيش انتصار على مشاكلك القديمه وتحقق مكاسب ماليه.